ازيكم يا مواليد برج العقرب؟ يا رب تكونوا بخير. انا مريم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. توقعات برج العقرب ليوم الاحد 13 مارس اذار 2022. بالنسبه ليك النهارده يا عقرب، الاخبار الساره بتلوح بافقك بشكل كبير جدا جدا، وفي جو بيبني ليك ثقتك بنفسك اكتر. هتستفيد لاقصى حد منها ومن الهدوء والسكينه اللي انت بتمر بيها خلال اليوم ده، علشان تفكر في كل حاجه كانت قبل كده بتحصل معاك ممكن تكون مفقوده في نظامك الغذائي ده. بالنسبة ليك مزاجيا النهاردة، هتكسبك تفاؤلك الكبير اللي ممكن تكون بتشعر بيه لإعجاب من كل الأشخاص اللي حواليك في يومك ده، وبينزع منك سلاح أي شخص ممكن يكون موجه ليك في حالتك السيئة في اليوم ده، فما تقلقش. بالنسبة ليك عاطفيا، انك ترضي شريكك وحبيبك هتغني من وراء ارضائه ثمار حلوة جدا جدا، ممكن انك تتأمن عليها بامتنان كبير وهتتذوق طعم النجاح النهاردة، فما تقلقش. بالنسبة ليك ماليا النهاردة، انت هتبدأ في حاجتك المهمة النهاردة انك تستقل استقلال كبير جدا، وهتشعر برضا، وانت هتكون متحد كتير مع نفسك في اليوم ده، وهتواصل على طول الخطوة دي بشكل كويس. بالنسبة ليك مهنيا، ان حججك النهاردة انك تفوز باليوم ده، خاصة لو كنت بتعمل في اي مجال من الاعمال النهاردة، الوقت هيكون مناسب انك تضاعف جهودك في اليوم ده بشكل كويس. بالنسبة لتوقعات العشرية الأولى مواليد 24 أكتوبر ل 3 نوفمبر، هيكون المناخ النهاردة مناخ فيه شوية ريبة تجاه التغير اللي بيحصل في يومك ده، وحاجات كتيرة جديدة هتكون مجهولة بالنسبة ليك، مش هتقع في أي فخ ممكن تقع فيه في حمايتك النهاردة الذاتية بطريقة هتكون مفرطة بحد كبير، لكن خلي شغفك النهاردة وحدسك يحسك على السيطرة أكتر، من أجل إنك تحافظ على عقل متفتح وإنك تقترح الحلول اللي هتبقى مناسبة للموقف المناسب ده. من الناحية النظرية انت هتبقى جيد جدا في الموضوع ده. بالنسبة لتوقعات العشرية التانية مواليد 4 نوفمبر ل 13 نوفمبر، هتكون اللحظة دي لحظة مهمة علشان تضغط على زر البداية النهاردة لحياتك، وهيتعين عليه خططك في انها قبل ما انك تنفذها. هتكون النظرة اللي انت بتنتظرها لفترة طويلة جدا جدا في الواقع النهاردة هتبقى مناسبة، هتكون انطباعاتك هي الصحيحة، وهتكون ردود افعالك مناسبة جدا ليك وبديهية ليك، لكنها هتبقى مدروسة بشكل كبير، ومزيجها هيبقى رائع من المواهب والتلاعب بالناس او حتى بالمواقف اللي ممكن تكون فيها صعوبة كبيرة جدا جدا. بالنسبة لتوقعات العشرية الثالثة مواليد 14 نوفمبر ل 22 نوفمبر، هيكون اليوم ده مثالي جدا لانك تطالب شخص ما بالزواج منك في اليوم ده، او حتى انك تعبر عن مشاعرك تجاهه، وانك تقوم برحلة طويلة جدا، او حتى تلتحق بدراسات تعليمية مهمة جدا وعالية جدا. هيكون اليوم ده خاص جدا لكل تطلعاتك الاسرية ولكل خططك العالية والقوية، فاستفاد منها. الحركة الكواكب اليوم، الصباح ده بيشكل مع عطارد شبه سداسي للمريخ في اليوم ده، وده هيشير لاننا بنميل اكتر للتردد والتسرع في اننا ناخد قراراتنا الوقت ده، وممكن يكون ما عندناش اي وقت اننا نسهل كل افكارنا او اننا نوضع افكارنا موضع للتنفيذ النهاردة. ومع ده فان الشمس هتتماشى بشكل كبير مع نبتون، وده هيساعدنا على اننا ناخد الحاجات زي ما هي، وهنلاقي المعنى في تجاربنا بسهولة اكبر من المعتاد، وهنكون متابعين وملهمين وخيرين جدا. مع المزاج ده هيكون ممكن اننا نكون حساسين بشكل كبير للحالات المزاجية اللي ممكن نكون بنمر بيها والتيارات الخفية اللي ممكن تكون حوالينا، هنكون بنتصدر الاحكام بشكل كبير وبشكل حدسي وغريزي اكتر، ونكون بنقاوم تحديد افعالنا واهدافنا، وبدل من ده هنكون بنبحث عن طريقة بديلة للتواصل لاحلامنا بشكل كبير. ممكن تكون اخلاقنا النهاردة مرنة لاننا بنميل لاننا نتوسع ونوسع حدودنا المعتادة بالنسبة لنا. العبور ده هيكون حلو جدا وبيعزز الوعي عندنا، حتى الوعي الروحي، وممكن يكون الوقت جيد علشان نتواصل مع كل أحلامنا وموصلنا العليا وأنفسنا الرومانسية في الوقت ده والروحية. بيواصل القمر عبوره للحماية النهاردة من السرطان لحد ما ينتقل لبرج الأسد المنتهي في ولايته اليوم ده. بالنسبة كده وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معي. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.